مرحبا بكم شيوات ماما. اليوم حنقدم لكم وصفه تونسيه خفيفه رائعه اللي هي طاجين الملسوقه. وشنو هي الملسوقه التونسيه؟ الملسوقه هي الديول عندنا في الجزائر اسمهم ديول لي في دو بريك. وهذه الوصفه يعني ماشي مختلفه بزاف على طاجين جبن. لا ديفيرونس بيناتهم هي نزيدوا في طاجين الملسوقه نزيدوا اللوبيا نزيدوا الديول وما نديروش القرفه نديرو شويه زعفران. فوالا نبدا بالمقادير. بسم الله نسحقوا اللحم ولا دجاج ولا خلطوا بيناتهم كما درت انايا مقطعينهم بوتي مورسو قطع صغيره. نسحقوا شويه لوبيا بيضاء. دونك لوبيا انا درت لها بيان سور شمختها في الليل كما شمخت الحميصه وغليتها شويه مع حبه بطاطا مقطعه الى قطع صغيره حبه بصل مرحيه. نسحقوا طرف خبز مشمخ هذا في الاخير نديروه ولا ما عندكمش خبز تشمخوه ديروا زوج مغارف تاع لاشابلور. نسحقوا مغرفه سمن. انا اليوم ما عنديش سمن حندير زيت بلاستو. ملح فلفل اسود شويه زعفران ولا كولورون الماء باش نمرقوا من الاخر بيان سور ورق تاع الديول البيض حسب الكميه صافي باش حديروها كبيره ولا صغيره. انا درت 5 حبات بيض جبن اللي حبيتوه وشويه اون بانسي دو لوفور شيميك دونك قرصه خميره. نبدا مباشره بالطهي. بسم الله نديرو شويه زيت ولا سمن. نفضل السمن ملفا. نحطو هذاك اللحم والدجاج يتقلاو. بسم الله نزيدهم البصل الملح فلفل اسود ولا ابيض شعلكم. شويه زعفران هنا باش نبدلها اللون تاعها الداخل. دي صفرا نحنزلها فقط شويه زيت برك ندير لها هذيك البطاطا واللوبيا اللي حبيت نديرها بطاطا واللوبيا. كاين تقدروا ديروها بوش حبيتوا لداخل تقدروا ديروها مام بالسرق سي تري بون اوسي. نمرقوها ما نمرقوش بزاف يعني غير قسمه نغطيو لي ليغوم واللحم. فوالا نغلق عليها دونك نغلق على كوكو تاعي نخليهم يطيبوا بعقلهم ونوري لكم ان شاء الله باش نكملوا الوصفه. اذا خليت انا طايب درنا فيه اللحم والدجاج والبطاطا مع اللوبيا هاولي كيفاش يجي وكيجي لون تاعو اصفر. قلت لكم ديروا هنايا ديروا شويه زعفران اذا ما كاينش زعفران يعني خير ما تعوضوش. قلت لكم عوضوه بكولورون مي دو بريفيرونس عوضوه الى عندكم بالكركما بالكركم يعني صحي اكثر من حيث الصحه يبدل اللون على نفس اللون. هذا واش ندير له هذاك الخبز تاع من قبيل دونك شمختو وفتتو ديروه كيما طاجين جبن كيف نحطو مع بعض كلش. هنا نزيد البيض دونك تحط 5 حبات بيض. بسم الله نحرك كلش. هذاك الخيط اللي درتو خليت له شويه لاصوص يعني ما عقدش كومبليتمون. نخلطو مليح البيض الداخل
نزيد قرصة تاع الخميرة كيميائية، نزيد نحرك. ما تكتروش الخميرة باش ما تجيش فيه ريحة الخميرة، غير مو شوية بك باش يطلع. نحركو كلش مليح، نحطوه بجانب. انا سنيو البلاطو تاعي دهنتو بزبدة، دونك ندهنوه مليح بالزبدة ونديرو فيه الديول. نبداو بسم الله، نديرو حوالي 4 ورقات الديول تحت و3 من الفوق، نديروهم هكذا، ندخلوهم ونخلو شويه على برا، يعني باش كطموها تجيكم سهله. هكذا نزيدو ثالثه منا على برا، نزيد دون كاتريام في الوسط. لا هنا في الوسط حنحط هذاك الحشو تاعي كما راهو. بسم الله، نمشي حتى الحواف. علاش خليت هادو ما خارجين باش ما تخرجليش من بعدا بالصوص ما تخرجليش من برا. نحط لها الجبن، ديروا واش تحبوا، جبن هكذا يعني اون بورسيون ولا غابي، واش عندكم في الدار. قطعوا الى قطع صغيره حطوا الداخل. نديرو في كامل الجهات، أنا هاد الطبق نحبو بزاف ما بك، يعني يقدر يكون بلا برينسيبال مع سلطة، ونقدرو ناكلو تاني في رمضان، يعني في بلاصة البوراك. نقدر ندير في بلاصة البوراك، يجي مليح أيضا. دونك هنا واش ندير، هادو من عاد ندخلهم لداخل. بسم الله بالعقل، باش تجينا خبزة هكذا، ونغلقها بثلاثة من الفوق. واحد زوج ثلاثة، لا زوج وثلاثة، أفضل نديرو ثلاثة باش ما تخرجناش لاصوص. بسم الله هكذا. دونك واش ندير، نشدها هكذا وندخل الديول داخل كامل الأطراف. هي كي طيب الداخل وتنفخ
تكون مدوره مليح. هنا سيبو الجهه الاخرى. نحطوها شويه بيدنا وندير فوقها زبده. تقدروا ديروا مارغرين ولا زيت زيتون كما حبيتوا. فوالا نروح نحط هاد الطبق لها في الفرن ونوريها لكم ان شاء الله. اذا السوق تاعنا راهي واجده، دونك طابت لمده 40 دقيقه هكذاك على درجه 200 درجه. تقدروا باش ما تحرق لكمش من فوق في نص الثياب كي تشوفوها تحمرت شويه الفوق، غطوها بابي الومنيوم خلوها طيب مليح من التحت. يعني لافونتاج كي تستعملوا مول تاع لي طارت يكون هكاك ترونسبارون، تشوفوا يعني تشوفوا لتحت بيطابت مليح. هايديك ريحتها رائعة و جات فغيمون بيان دوغي بيان كروستيونت كرمش. و تنفخ شوية تجي خبزة. نقطعها كون تشوفوها كيفاش تقطع، هي نورمالمون نستناها حتى تبرد شوية كامل باش نقطعها، بصح نقطعها معليش. بسم الله كي تقطعها تسمعوها تكرمش. هذا خبزة سخونة هاي اللي كيفاش تجي لداخل. فوالا تجي فغيمون عالية من الفخا. قلتلكم حطوها بايزون مع الشربة ولا مع سالاد برك، ما في رمضان تجي هايله. اي سي بريزونتابل تقدموها هكذا هايلك. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو، تشتركوا في قناه شيوات ماما فيسبوك تويتر يوتيوب، وتبارطاجيوها مع احبابكم. نقولكم شهيه طيبه وما السلامه.